تصنيع أعلاف للأسماك بمواد طبيعية. المادة الأساسية هي ذبابة الجندي الأسود. الحواسيب هذه كلها ناطقة. هاوليك راكم تشوفوا كل طالب عنده الحاسوب تاعو قدامه ويخدم عن طريق الصوت. زيارة تقييم ومرافقة لجامعة ورقلة لمرافقة الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة من أجل تحويلها إلى مؤسسات ناشئة. 573 مشروع قد يصبح مؤسسة ناشئة، وإحدى عشر مكاتب دراسات على شكل سبينوف. اليوم لاحظنا كم هائل من المشاريع المبتكرة من طلبة اللي عندهم تمكن كبير في مجال التكنولوجيا، ومع سيد الوزير هدفنا هو تشجيع كل هذه المشاريع على التجسيد على أرض الواقع، وذلك عن طريق المرافقة وعن طريق التمويل.